في أناس يقولون أن نسبهم ينتمي إلى البيت، مثلا فلان ابن فلان ابن فلان إلى الزهراء أو إلى علي بن أبي طالب، اي فما يعني واجبنا نحوهم سواء الصالح أو الطالح منهم؟ على كل حال اذا صح الانتساب فهم من آل البيت. ولكن اسالكم الان، آل البيت لهم حق قرابة النبي عليه الصلاة والسلام لا شك، لكن اذا كانوا فساقا او كفارا فليس لهم حق، غيرهم من المسلمين المستقيمين أولى منهم، لكن إذا كانوا مثل غيرهم فهم أحق لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.